السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهار غادي راكم كي كتشوفوا عندنا الليم وبغينا نزرعوا الليم. اي دار اللي عندها فين تزرع الليم ضروري تزرعوا هنا الليم مزيان ومزيان للصحة. غادي نوريكم الطريقة كي كنزرعوا الليم باش اسهل ما كاين بلا ما نمشيو نشريوه. الا عندي فين نزرع شجرة او لا جوج نقدروا نزرعوه ابسط ما كاين. غادي بسم الله هنا عندي العلفة ديال الليم غادي ان شاء الله نقشروها. علاش كنقشروها؟ باش من نزرعوها تخرج يعني النبتة تنوض تنبت. ها غير هي العلفة ديالو عندها جوج ديال القشرات خصنا نقشروها. كما مثلا البيضة من نقشرو البيض تلقى القشرة الأولى وواحد القشرة رقيقة عليها من الفوق. وهذا هو دابا الا جينا نشوف هذه راه كنت قشرتها من الاول. ها هي شوف بيضة بالشكل وهذه خصها تقشر قشرة الزوجة. شوف كي دايرة ضروري خصنا نقشروها. الا ما قشرناهاش ما غاديش تنبت لينا نهائيا. نحاولوا باكبر ممكن هي اللي كتاخذ الوقت. غادي تتم ان شاء الله. ضروري القشرة تقلع ونزرعوا الليم كي بغينا. اسهل ما كاين. عندنا حتى احنا فوق الليم عندنا الليم نتاعنا ونزرعوه. ها هي اللي قشرت دابا ها هي بيضه. شوفوا بسم شوف سبحان الله العظيم هذه كنت قشرتها من قبل يعني. دابا ها جوج حبات ان شاء الله نزرعوهم وغنوري لكم اللي كنت زارعو في الاول كي خارجين. ومن بعد منين كيخرج على حساب واحد 20 سنتيم ولا 15 ولا نقدروا ننقلوها بلاصه اخرى. وتما غادي ان شاء الله تمشي الى النمو. عندنا هنا قوطين يعني ومتقوم من التحت. مي كنعمروه بالماء ولا شي حاجه دائما الماء اللي يبقى اضافي كيخرج باش ما النبتة ما تخسرش. غادي نديرو التراب وغادي تشوفوا طريقة كيفاش هي اسهل ما كاين. انا كيما درنا التراب هنا راكم كي كتشوفوا يعني غادي نديرو تقبة على حساب هاك سنتيم. ديرو التقبة علاش الا درناها غارقة بزاف النبتة غادي يا اما تطول عليها الوقت ما تخرج في الساع صافي تموت يا اما يعني توقع لها شي حاجة. يعني نحطهم بجوج هنا علينا غير نديرو لهم هاك صافي احنا سالينا منها. باش نخرجوا بالمشاكل كاع نقولوا باش ما انا ما كنعطيش ما كنديرش هنا الماء. واحسن وسيله كنديرها هنا لان عندها الثقبه هنايا كندير الماء هنا كي كتشوفوا كنخليه نقدر نقول نص ساعه كاع. الماء كيطلع بشويش حتى تنفخ هنا من الفوق صافي. اشنو هو السر اللي فيها؟ الا فرغت الماء من الفوق منين صافي التراب يبقى يبس يمشي به الماء هنا كيقصح داك التراب ما كيخليش النبته تكون في خاطرها تخرج. مي كنديروا الماء من التحت كيوصل هنايا غير داك التنفيخه يعني تنفخ وتوصل هنا. هنا كيبقى داك التراب دائما هش عندنا 4 ايام 5 ايام
كتخرج لينا النبتة وكتستمر في النمو ديالها. هذا هو السر كيفاش خصنا نغرسو زراعة الليم. ها هي النبتة ديالها عندي هنا بزاف كي كتشوفوا. الا بغينا دابا هذه الشجرة الا بغيت نغرسها ما عليا غير نحط هنا صباعي هكا في كسميتو، نقلبها هاك نضربها على يدي. ها هما العروق، نمشي نغرسها في مكان الاصلي ديالها فاكت، يكون ان شاء الله النمو ديالها من يوصل الوقت ديالها. انا كنت زارع هنايا اخرين يعني هيا هيا هنا زرعته هنا على حساب. انا كنعيش في الخارج كنخليها غير كديكور، ولكن عندي البلاد يعني غارس فيها بطبيعة الحال. هذه هي كي قلنا اسهل ما كاين، راكم تشوفوا الخدمة ديالها. ما عليكم غير هذا الشيء ديروه، بعد سنتين يكون عندكم ان شاء الله حتى نتوما الحامض ولا الليم كي كنسميوه، وبلا ما نمشي نشريوه الا كان عندي المكان فين نغرسو. علاش لا، هو اسهل ما كاين. نقول للناس اللي كيهمهم الامر يعني غادي تجي بزاف من بعد ان شاء الله، غادي على حساب الدالية، غادي تجي على حساب كي كنقولوا كاستانيا يعني البلوط، مازال عندي غادي ندير عليه فيلم اخر فيديو اخر، وغادي يجي الورود وجميع النباتات. اللي كيهمو الامر باغي يدير ابوني ويدير جيم. الفيديو اللي كيتحط في القناه كيخرج عنده اوتوماتيكمو، يقدر يستافد دائما وابدا بهذا المنتوج هذا. والناس اللي كانوا دايرين الابوني يعني نقولوا ما عليهم يديروا غير جيم فقط، وهذاك الشيء اللي كاين. ومرحبا بكم مره اخرى ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق، وهذيك هي مع السلامه مره اخرى ان شاء الله.